فيلمنا بيبدأ مع رسام اسمه فين وهو بيرسم لوحة في شقته، وبيكون عايش في نفس الشقة مع حبيبته كالي وصاحبه جاسبر، وبيكون فين مدير المجمع السكن اللي هم عايشين فيه، وجاسبر بيكون مدمن لعب قمار. وفي يوم بيقابل فين حارس أمن الحي جو وبيعزمه على حفلة في بيته اليوم اللي بعده، وبعدها بيجي لهم مكالمة من صاحب عقارات الحي وبيقول لهم إن جارهم اللي اسمه مستر بي متأخر شهرين على دفع الإيجار، فبتروح كالي لبيت مستر بي عشان تعرف إيه اللي مأخره، ولما بتوصل لبيته بتخبط على الباب بس محدش بيرد، وبيكون في كوم جرايد قدام باب بيته، وبيبقى ده معناه ان مستر بي مش في البيت بقاله فتره طويله، وبتعرف كالي انها تدخل البيت بمفتاح احتياطي معاها. وبعدها بيبقى فين وجاسبر بيتكلموا مع بعض في البيت، بس كالي بتدخل عليهم وبتقول لهم لازم يشوفوا هي لقت ايه في بيت مستر بي، وبيروحوا هما الثلاثه البيت وبيلاقي حيط عليها صور كتير متاخده لبيتهم اللي عايشين فيه، وبيعرفوا ان مستر بي بيصورهم من خلال شباك الصاله، وبيكون جاسبر فاكر ان مستر بي بيتجسس عليهم، وكمان بيلاحظ ان في صور على الحيطه مش موجوده، وبيلف فين الناحيه الثانيه من الحيطه اللي عليها الصور، وبيلاقي آلة كبيره في الاوضه تكون عباره عن كاميرا كبيره موجهه لشباك الصاله بتاع بيتهم، وبيطلع منها صوره بتكون فيها الشماعه اللي في الصاله واقعه على الكنبه. وبعدها بيرجعوا لبيتهم وبيكونوا بيتكلموا مع بعض، وبتيجي كالي تعلق حاجتها على الشماعه ولكن بتقع على الكنبه، فبياخدوا بالهم من ان شكل الشماعه الواقعه يبقى نفس الشكل اللي في الصوره اللي لقوها طالعه من الكاميرا، وبيستوعبوا ان الكاميرا بتصور صور من المستقبل خلال 24 ساعه، وبيروحوا للكاميرا وبتطلع صوره من اليوم اللي جاي وبتبقى صوره الحفله في بيتهم، فبيصدموا هما الثلاثه، بس جاسبر ما بيكونش عايز يصدق حاجه زي كده. وبتلاقي كالي مذكرات مستر بي وهو بيقول انه شاف موته خلال الكاميرا، فبيقرر انه يعمل عكس اللي بيطلع في الصور ويتحداها، وبيبص فين في الصور وبياخد باله من انهم كلهم متاخدين الساعه 8 بالليل، رغم ان في صوره متصوره في النهار وصور كمان مفقوده. وبعدها بيروحوا المخزن مستر بي وبيلاقوا جثته المتعفنه هناك، وبيلاقوا ان شكل وشه محروق ولكن هدومه حالتها كويسه، فبيقول جاسبر ان ممكن مستر بي مات بسبب لعنه عشان كان بيتحدى المستقبل. وبعدها بيرجعوا هما الثلاثه لبيتهم، وبيقترح عليهم جاسبر انهم يستخدموا الكاميرا في القمار عشان يكسبوا بمعرفه المستقبل، وبيكون فين معارض للفكره بس كالي بتدعمها. وبالليل بيكون ميعاد الحفله في بيتهم، وبيبقى جاسبر بيرقص مع كالي ومع الضيوف، وبيبقى فين في بيت مستر بي وبيصور بموبايله صوره الساعه 8 بالليل، وبيلاقي ان الصوره على موبايله نفس الصوره اللي طلعت من الكاميرا امبارح، وبتطلع صوره ثانيه من الكاميرا بيتصوروا فيها هما الثلاثه مع بعض، وبيبقوا لازقين ورق على ازاز الشباك فيها توقعات للقمار من اليوم اللي بعده. وفي اليوم اللي بعده بيكون فين لسه معارض لفكره الغش في لعب القمار، ولكن كالي بتقول انه من الافضل انهم يعملوا اللي في الصور، وده عشان ما يتحدوش المستقبل ويموتوا بسبب اللعنه زي ما مستر بي مات. وبعدها بتروح كالي لبيت مستر بي وبتشيل كوم الجرايد وبتروي النباتات، وده عشان يبان ان مستر بي لسه عايش في البيت، وبيبص فين في الصور ليه في المستقبل وبيرسم لوحته من الرسم اللي في الصور، وده بيوفر له وقت عشان ما يفكرش وهيرسم النهارده. وبيفضل جاسبر يلزق ورق على الشباك بنتائج القمار كل يوم، وبتعدي الايام وبيبقوا عملوا فلوس كتيره بسبب انهم بيكسبوا القمار دايما، وبيغطوا على موضوع موت مستر بي. وفي يوم بيلاقوا صوره بيبان فيها كالي وجاسبر بيبوسوا بعض فيها، وفين في الصوره ما بيبقاش واخد باله وبيرسم قدامهم، وبيبقى فين متضايق من الصوره ولكن بيبقى لازم يعملوا اللي في الصوره عشان ما يتحدوش المستقبل ويموتوا. وفي اليوم اللي بعده بالليل بتيجي الساعه 8 وبيعملوا زي الصوره ما بتقول، وبعدها بيروحوا لبيت مستر بي عشان يشوفوا صوره اليوم اللي بعده، وبيلاقوا واحد اسمه ايفن بيكون هو اللي بيسجل اسماء اللي بيلعبوا قمار، وبيبقى قاعد مع جاسبر في الصاله في الصوره، فبيتخضوا وبيقلقوا عشان ايفن معروف عنه انه مجرم وخطير. وفي اليوم اللي بعده بيكون جاسبر قلقان وخايف وبيفضل قاعد على الكنبه مستني ايفن، وبعدها بيجي ايفن وبيبقى مش مرتاح لجاسبر وانه بيكسب دايما القمار، وبيفتكره بيغش فبيهدده وبيقوله ايه السر، فبيقوله جاسبر انه يبقى مديره في القمار وياخد نسبه ويسيبه في حاله. وبعدها بيدخل عليهم فين وكالي بصوره اليوم اللي بعده، وبيبقى فيها ان فين بيرسم حبيبته كالي من غير هدوم، وبيبان في الصوره الظل بتاع جاسبر وهو بيتجسس عليهم من الشباك، وبياخد ايفن باله من الصوره وبيمشي. وفي تاني يوم بيستعد فين عشان يرسم كالي الساعه 8 بالليل، وبيجي يبص في الشباك ولكن بيلاقوا وبيعرفوا ان الظل اللي كان في الصوره مش لجاسبر وانه لايفن، وبيدخل عليهم ايفن ومعاه مساعده ماركس وبيهددهم، فبيعرفوه في النهايه عن الكاميرا، وبيعملوا اتفاقيه على ان ايفن هيشترك معاهم في الغش في لعب القمار، وانهم يعملوا ده كل يوم، وانه بس اللي يكسب ويحتفظ بالفلوس ليه، وبيعمل التلاته اللي ايفن امرهم بيه الايام. وفي يوم بيلاقي فين في صوره ليهم مرسوم في لوحته رسمه جمجمه وهي رمز الموت، وبيكون ده مش من عاده رسم فين، وبيبقى ليه معنى ورساله خطيره. وفي اليوم اللي بعده بيبقى جاسبر قلقان من اللي هيحصل، وبيبقى جايب معاه اسلحه وادوات حاده وسكاكين في البيت، وبيفضل يتمرن على الطعن بالسكينه لو حصل حاجه. وبالليل بيروح فين لجو حارس الامن بتاع الحي واللي اتعين ضابط شرطه من قريب، وبيدي لفين الكارت بتاعه اللي مكتوب فيه انه شرطي، وهما بيتكلموا مع بعض بيتجسس عليهم ماركس من العربيه. وبعدها بيرجع فين البيت وبيقول لجاسبر على اللي حصل، وبيبقى ايفن وماركس شاكين في جو وبيلاقوا الكارت بتاعه مع فين، وبيسالوه ايه علاقته مع جو، بيهددوه هو واصحابه
القتل. فبيقول جاسبر انه شاف صورة بكرة وفيها ان ماركس هيتقتل على ايد ايفن عشان يوقع بينهم، فبيشك ايفن في ماركس وبيروح لبيت مستر بي عشان يشوف الصورة وبيتأكد بنفسه، وساعتها بيطعن جاسبر ماركس وبيقتله. وبيرجع ايفن وبيلاقي ان ماركس ميت، وفجأة بيظهر جاسبر وبيقتل ايفن بمضرب البيسبول، وبعدها بيروحوا ويخبوا الجثث في مخزن مستر بي، وبيلاقوا في الصورة بتاعت بكرة جاسبر وهو قاعد على الكنبة وقدامه فلوس كتيرة، وبعدها بياخدوا فلوس القمار بتاعت ايفن وبيبقى معاهم ملايين الدولارات. وفي الوقت ده بيقترح عليهم فين انهم يقسموا الفلوس دي بينهم ويهربوا ويسافروا من البلد، بس جاسبر وكالي بيعارضوه. وبالليل بيخبط حد على باب بيتهم وبيفتح فين الباب وبيلاقي واحده صاحبه مستر بي اسمها هيتكر واللي بتدور على صاحبها، وبيظهر جاسبر وبيبان من طريقه كلامه معاها انه بيكذب في موضوع اختفاء مستر بي، فبتطلع هيتكر مسدسها وبتهددهم عشان يعترفوا بالحقيقه، وبيطلع ان مستر بي بعت لها رساله قبل موته وبيقول في الرساله ان الكاميرا اللي اخترعها اشتغلت، وبيقول لها كمان عن موته. وبيكون كمان بعت لهيتكر صورة فيها الصالة بتاعت فين، وبيبقى فيها الطاقية بتاعت مستر بي في الخلفية وفي دم على الإزاز، وبيبقى مستر بي قايل لهيتكر انه بعد ما شاف الصورة دي عرف انه هيتقتل، عشان كده هو حبس نفسه في البيت في المخزن. فبيروحوا هما التلاتة المخزن وبتعرف هيتكر ان مستر بي ما ماتش عشان هو تحدى المستقبل بسبب اللعنة، ولكن حصلت له حادثة وكان بيحاول يجيب حاجة من الرف واتدلع عليه محلول كيميائي قتله. وبتقولهم هيتكر ان تاريخ الصورة اللي معاها هو تاريخ بكرة، فبيتصدم فين وجاسبر لما بيعرفوا ان الكاميرا بتصور لأبعد من 24 ساعة في المستقبل، ولكنها حاليا مبرمجة على انها تصور 24 ساعة من الوقت الحالي ومظبوطة على الساعة 8 بالليل. وفجأة بيطلع جاسبر مسدس ايفن وبيقتل بيه هيتكر عشان هي الوحيدة اللي عارفة بموضوع الكاميرا، وبعدها بيرجعوا هما الاتنين لبيتهم وبيلوم فين جاسبر على قتله الواحدة بريئة وبيقول انه لازم يمشي من البيت. وبتيجي الساعة 8 بالليل وبيتصور جاسبر وبيبقى قدامه فلوس كتيرة وهو قاعد على الكنبة، وبتروح كالي بتشوف الصورة بتاعت بكرة في الكاميرا، وبعدها بيظهر فين وهو معاه شنطة سفر وبيبان انه عايز يهرب ويسيبهم. وبيروح لبيت مستر بي وبيلاقي كالي وجاسبر قاعدين متضايقين، وبيشوف فين في الصورة ان كالي بتعمل علاقة مع جاسبر، وبيبقى فين نايم على الكنبة قدامهم، وبعدها بيبقى فين قاعد مع جاسبر وبيوري له خاتم خطوبة اشتراه من زمان عشان يتقدم لكالي بيه، وهو بيتكلم بيتسحب جاسبر من وراه وبيضربه على راسه وبيخليه يفقد الوعي وبيوديه للمخزن وبيربطه وبيكتفه هناك. وبيبقى جاسبر عايز يعمل اللي في الصورة عشان بيبقى خايف من اللعنة. وبيروح جاسبر البيت وبيفضل مستني لحد الساعة ما تيجي 8 بالليل، وفي وقت الصبح بيفوق فين في المخزن وبيحرق الحبال بولاعة معه وبيحرر نفسه، وبياخد مفاتيح الخزنة من جيب مستر بي وبيهرب من المخزن، وبيروح يملى جرد المية وبيتصل على جاسبر وبيهدده بيقوله انه هيدلق الجرد على الكاميرا عشان جاسبر يسيبه هو وحبيبته يعيشوا لوحدهم، وبيقوله انه يسيبهم ويعيش في حتة تانية. فبيتصل جاسبر على كالي عشان تيجي، ولما بتيجي بيصوب المسدس عليها وبيهدد فين بانه هيقتل كالي، ولكن جاسبر ما بيعرفش انه يعمل حاجه زي كده. فبيتكلم فين مع كالي في الموبايل وبيخليها تدور في جيب جاسبر وبتلاقي الخاتم وبتبقى فرحانه، وبتاخد المسدس من جاسبر وبتفتح الباب لفين، وبيبقى هما الثلاثه في نفس البيت ساعتها، وبيخلي فين كالي تحضر شنطها عشان يهربوا هما الاثنين بعيد بالفلوس، ولكن جاسبر ما بيسيبوش يعمل اللي هو عايزه وبيضربه وبيمسك شاكوش وبيبقى خلاص هيقتل فين، ولكن فجاه بتظهر كالي من وراه وبتضربه على راسه وبتقتله وبتنقذ حبيبها. وبعدها بتروح كالي المطبخ عشان تجيب تلج عشان جروح فين، وبيروح فين وراها المطبخ وهي مش واخده بالها، وبيلاقيها بتدور في درج تاني غير درج التلج على حاجه، فبتختلق كالي اي عذر وبتروح تدخله الاوضه يرتاح ومعاه التلج عشان يحطه على الجرح. وبيبقى فين شاكك ان كالي بتخطط لحاجه من وراه وبيروح لها تاني من وراها، وبيلاقيها قدام الشباك ومعلقه ملحوظات على الازاز، فبيتفاجئ فين وبيعرف ان الكاميرا طلعت بتصور كل يوم صورتين، واحده 8 الصبح وواحده 8 بالليل، وبيسال كالي هي ليه مخبيه عليه كل ده حاجه زي كده، فبتعترف له كالي بكل حاجه. وبنعرف ان في البدايه خالص كان في مشاكل كتيره في العلاقه ما بين كالي وفين، وان فين كان دايما بيتصرف لوحده بشكل منفصل عن كالي، وهي ما بقتش بتحس بحبه ليها وكانت بتعمل علاقه مع جاسبر من وراه، وكالي خدت بالها ان الكاميرا بتاعت مستر بي صورت كالي كذا مره وهي بتخون حبيبها لما راحت بيت مستر بي لاول مره لوحدها، وانها خبت كل الصور دي وان الصور دي هي الصور المفقوده اللي ما كانوش لاقيينها، وانها عرفت لوحدها بان الكاميرا بتصور صورتين في اليوم، وانها فضلت تخبي صور الصبح عشان لقت صورة لنفسها كاتبة فيها على الإزاز وهي بتتصور إنها توقع الشماعة على الكنبة زي اللي حصل في الأول، وانها كاتبه كمان انها تخبي صور الصبح بتاعت الاسبوع اللي فات، فقررت انها تتواصل مع نفسها في الماضي بصور الصبح عشان فين ما يعرفش انها ورا ده ويعرف انها بتخونه، وان ده ممكن يساعدها في انها تلاقي طريقه تخلي فين يرجع يحبها تاني زي زمان. وبيطلع انها في اخر مره قالت لنفسها انها تبدل صوره قتلها لجاسبر بصوره جاسبر وهم بيعملوا علاقه وفين نايم، وانها تقتل جاسبر وتنقذ فين حبيبها. وبعد ما بتعترف كالي بكل حاجه بيقرر فين انه ينفصل عنها، وبيقول لها ان كل اللي عملوه ده غلط وانهم لازم يدمروا الكاميرا، ولكن كالي بتضرب
بيضرب عليه نار بالمسدس وبتقتله، وده بيسيب الدم على الازاز اللي كان في الصوره بتاعت هايتكر، وبعدها بتعلق كالي الرساله لنفسها في الماضي وبتقول لها انها ما تخليش فين يعرف الحقيقه، وبتبقى بتعمل ده عشان تمنع قتل فين من انه يحصل في المستقبل لما نفسها في الماضي تعمل اللي هي بتقوله عليه من المستقبل. ولكن فجاه بيظهر جو بيخليها تفتح الباب وبيلاقي الجثث، فبيقبض على كالي اللي بتروح معاه من غير مقاومه عشان بتبقى عارفه ان نفسها في الماضي هتصلح كل ده، ولكن بتقع الرساله من على الازاز على الارض وبتروح كالي عشان تعلقها تاني، ولكن جو بيمنعها ويكتفها. ساعتها بتصور الكاميرا الصوره بتاعت اليوم التاني واللي ما فيهاش الرساله بتاعت كالي لانها وقعت على الارض، فبكده مش هتقدر تنقذ نفسها. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.